خلال طفولتنا كان أهلنا يقومون بشكل دائم بإبلاغنا ما علينا القيام به كي تكون صحتنا مثالية. تكره الجزر؟ عليك تناوله فهو يقوي النظر. عليك عدم تناول الشوكولاتة لأنها تسبب ظهور الحبوب على البشرة وغيرها الكثير. اليوم سنتكلم عن الخرافات الصحية التي خدعتك طوال تلك السنين، فما الصحيح منها؟ فيتامين A مهم لقوة البصر، والجزر هو مصدر جيد من فيتامين A، ولكن أيضاً البطاطا الحلوة واللفت والعديد من الأطعمة الأخرى ككبد البقر هو مصدر كبير لفيتامين A. يرتبط حب الشباب بخربطة الهرمونات والنظام الغذائي، ممكن أن يسبب خربطة الهرمونات، ولكن العلاقة غير مباشرة. للأضمن تناول أكل صحي وابتعد عن الطعام العالي بالدهون والسكر. هناك جهود آباءنا ونواياهم الحسنة لإبقائنا بعيداً عن الكافيين يومياً، ولكن ليس هناك أدلة تشير إلى أن أولئك الذين بدأوا بشرب القهوة في عمر صغير هم قصيرين القامة أكثر من الأشخاص الذين لم يتناولوها. الموت ليس لحظي لجميع أجزاء الجسم. الشعر والأظافر تتوقف عن النمو بوقت أقل من الأجزاء الأخرى. جفاف الجلد المحيط بالشعر والأظافر بعد الموت يعطي مظهر زائف أن الشعر والأظافر مستمرين بالنمو، ولكن العكس صحيح. العضلات قد تتوتر وتنشد إذا قمت بتمارين الاستطالة قبل ممارسة الرياضة، ولكن بعد ممارسة الرياضة تكون العضلات مسترخية ودافئة لفترة طويلة، فيفضل القيام بتمارين الاستطالة بعد ذلك. يحتوي الحليب على مادة التريبتوفان، وهو أحد الأحماض الأمينية التي تنتج مادة السيروتونين الراحة والسعادة، وبالتالي تناوله يؤدي إلى نوم أفضل بغض النظر عن درجة حرارته. ولكن إذا كنت مصاب بحرقة المعدة وارتداد مريئي، فشرب كوب حليب يؤدي لعكس ذلك، وبالتالي صعوبة في النوم. يمكن أن يكون سبب رائحة الجسم التقلبات بالهرمونات بغض النظر عن النظافة الشخصية. عند التخلي عن ممارسة الرياضة تتقلص الخلايا العضلية، ولكنها لا تتحول إلى خلايا دهنية. الانزعاج يأتي من الأعصاب في سقف الفم وليس الرأس، وهذا ما يسمى بصداع الآيس كريم، وينتج عن تناول المثلجات بسرعة أو شرب مشروب بارد دفعة واحدة. هناك درجات مختلفة من عمى الألوان، قلة قليلة من الناس ترى فقط الأبيض والأسود. نزلات البرد سببها عادة الفيروسات، أما المضادات الحيوية فهي تحارب البكتيريا. الطعام العالي بالدهون والسكريات والملح يحفز مراكز المكافأة في الدماغ، ولكن تناول هذه الأطعمة لن يشعرك بمزاج عالي فترات طويلة بل لفترة قصيرة. هذا الاعتقاد يوفر الكثير من الراحة في منتصف ليلة قلق، ولكن الأبحاث أوضحت بأنه لا بديل عن النوم. كلما تقدمنا في السن نجد صعوبة في النوم، ولكن يحتاج جسمنا نفس تلك الساعات المماثلة بالصغر. عد الأغنام من المرجح أن يبقي عقلك في وضع المعالجة والحساب، وبالتالي تبقى مستيقظ.